الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، تحيه خاصه وتهنئه خاصه من مشجع اهلاوي مصري لاخويا مشجع رجاء البيضاوي المغربي. الف الف مبروك لك النهارده التتويج بالكونفدراليه الافريقيه للمره الثالثه. ان شاء الله باذن الله نحط كده موعد مع بعض في السوبر الافريقي ما بين الرجاء وما بين الاهلي ونتقابل. بس ليك النهارده انك تفرح بفوز فريقك، ليك النهارده انك بعد السيناريو المجنون ده انك تقعد تاخد نفس. مباراه جميله جدا، مباراه كانت على قدر المتعه اللي توقعناها. انا مش جاي اتفرج على ديربي مغربي علشان خاطر اتفرج على مباراه ممله الرجاء بيخلصها في اول ربع ساعه. معلش مشجع الرجاء، انت عزيزي وصاحبي كل حاجه، بس انا جاي اتفرج على ماتش حلو. انا مش جاي اتفرج على الشبيبه الشوط الاول تايه، وجاي اتفرج على الشبيبه ان انت ممكن تخلص عليه من اول شوط والدنيا بالنسبه لك ممكن تكون سهل. لا انا جاي عند الوعد بتاع الماتشات الشمال الافريقيه او الماتشات المغربيه ان احنا هنعمل ماتش كويس. هيحصل سيناريو مجنون، هنلاقي فرقه اللي كانت سيئه الشوط الاول قلبوا تانيين الشوط الثاني وبيحاولوا ان هم يرجعوا في النتيجه باي طريقه. انا كنت جاي على السيناريو ده، معلش يعني، وقد كان والحمد لله رب العالمين. الواحد ما حسش ان هو ندم على اي حاجه في الماتش ده. الرجاء بيبدا المباراه بطريقه ولا اجمل ولا اروع، وانت قاعد كده تبص على التشكيل وقاعد كده تفنن تشوف الشباب بيلعب ايه والرجاء بيلعب ايه والسيد لسعد الشابي بيلعب 4 2 3 1 عامله ازاي، والناحيه الثانيه المدرب الفرنسي بيلعب بال 3 4 1 2 دي عامله ازاي. تلاقي ان اسامه العرجون سهاك ولاعب بينيه لسفيان رحيمي علشان خاطر سفيان رحيمي ياخدها ويحطها في مرمى اسامه بنبوت بكل هدوء، اللي هو فين التكتيك فين الكلام. مش مهم، المهم ان الرجاء جاب جون في اول 4 دقايق. بعد كده بتلاقي ان في كره عرضيه من اسامه شوكيني لبن مالينجو. بن مالينجو بياخدها وبيسجل هدف تاني، اللي هو لا معلش تايم اوت يا اسطى، 14 دقيقه و2-0 الرجاء، في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه يا عم الحاجه بتاع الشبيبه؟ هنفضل احنا قاعدين طول الماتش كده 1-2-0 في اول ربع ساعه، ايه اللي هيحصل بقى؟ لحد ما تشوف ان الشباب قرر يخش في الجيم، والشباب اول ما دخل في الجيم دخل متاخر جدا، دخل وانت خسران 2-0، فالوضع بالنسبه لك صعب جدا. وكمان الناحيه الثانيه لقيت ان الرجاء قرر ان هو نرجع ندافع شويه ونلعب على المرتدات ونعتمد على بن حليب ونعتمد على عبد الاله حفيدي ونعتمد على رحيمي ومن مالينجو في المرتدات، ونقعد بقى كده مهديين ونلعب كره دفاعيه كويسه ونعتمد على هجمات المرتده، وان شاء الله باذن الله هنقدر نخلص بالهدف الثالث. وتلاقي ان الشوط الاول انتهى 2-0، الشبيبه لسه مش فايق من صدمه الهدفين، والرجاء الناحيه الثانيه انا مبسوط ومستقني، خلصت الماتش في اول ربع ساعه ما عليهاش اي كره خطيره الشوط الاول، انا سزنيتي على الشوط الاول بينش ما فيش اي كره عليه، الحمد لله رب العالمين رزقت كده. علشان خاطر تبدا الشوط الثاني تلاقي السيناريو اللي انا قلت لك عليه، الفرقه اللي كانت سيئه جدا الشوط الاول دخلت من بين الشوطين، خدت دش من المدرب بتاعها، ولقينا ان الشبيبه طلع لا تنانين بجد والله. اول دقيقه بتلاقي ان محمد زكريا سجل الهدف الاول، وتلاقي كمان ان في تغييره بيعملها المدرب الفرنسي، بينزل محمد طابول منزله في الدقيقه 76. اول تغييره كانت رازق حرموني نزل مكان مليك ريحه هو مليك تقريبا ده اللي هو كان بيلعب فوق اللعيب المساك. بص معلش بالنسبه للاسماء لاخواننا الجزائريين، هو الاسماء عندكم فيها حاجات بتبقى صعبه علينا احنا كمصريين، فمعلش يعني ممكن تسامحني في اي اسم انا بنطقه غلط. بس مع الاسف الشديد بنلاقي ان لعيبه الرجاء الناحيه الثانيه تراجعوا، حتى بعد ما لبسوا الهدف الاول متراجعين، احنا مقضينا مرتدات من ساعه ما جبنا الهدف الثاني لينا، فمش هنطلع نهاجم بعد ما لبسنا جون. والناحيه الثانيه هنا ان لعيبه الشبيبه خلاص هنجيب الهدف الثاني، حتى بتلاقي ان اسامه العرجوني بيعمل فاول غريب جدا، بيشوط وش الراجل من غير ما يلمس الكوره حتى، عشان خاطر فيكتور موزو انا اعطيتك انذار ازاي؟ الفار قال لي تكتر خلاص اطرد، عشان خاطر المباراه تولع اكتر. ومشجع الشبيبه اللي كان تايه الشوط الاول قال لك بس رزقت، وان شاء الله باذن الله هنجيب الهدف الثاني، والجيم واضح ان هو بيجي لي على وش رجلي، لحد ما تلاقي ان السيد لسعد الشابي قال لك بس احنا محتاجين نعمل تايم اوت هنا. فابريز قوم سخن هي كده غربت. بينزل فابريز نجومه مكان عبد الاله حفيدي، وبيبص كده يلاقي ان هو كان منزل قبليه محمد الزريدي مكان محمود بن حليب. خلاص بصوا انا منزل 2 نص ملعب، عايزين نقفل ام الدايره ونلعب مرتدات على سفيان رحيمي وعلى بن مالينجو، وان شاء الله باذن الله هنقفل خط الدفاع بتاعنا ما يجيش علينا كور خطير. احنا مش هنلعب اكسترا تايم ب 10 لعيبه، واللعيبه بتوصل لها الرساله بتاع المدير الفني لسعد شابي، وبتقف تقرر ان احنا هنعمل جيم دفاعي ولا اجمل ولا اروع ولا امتع.
عملوا جيم دفاع كويس. ايه بقى اللي كان ممتع في الجيم الدفاع بتاعهم؟ ان مفيش كوره خطيره حرفيا راحت عليهم. يعني تبص كده الشباب ماسك كوره والشباب عنده حماس وعنده روح بس مش قادر ان هو يعمل فرص خطيره. عكس الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه في كوره جات لبن مالينجو الحارس اسامه بن بوت بيصدها، والناحيه بتيجي برده واحده سفيان رحيمي في نهايه الجيم، هي مش عارف كانت اوفسايد ولا لا، بس سفيان بيرجعها لورا والراجل بيعمل تشيب غريب جدا علشان خاطر تقعد تبص. طب هو مين اللي كان مطلوب منه لاعب بالظبط؟ ما انا قلت لك عزيزي، هي دي الماتشات السيناريوهات المجنونه اللي بتيجي في دربيات شمال افريقيا، امال احنا بنحب نتفرج عليها ليه؟ او الدربيات المغاربيه زي ما هم بيحبوا يقولوا عليها، بس هي في الحالتين بتدينا الحاجه اللي احنا جينا لها، التشويق والمتعه والاثاره، وقد كان عزيزي، احنا جينا نتفرج على تشويق ومتعه واثاره وحصل، ما يهمناش بقى مين اللي كسب ومين اللي خسر، الرجاء كسب الف الف مبروك، الشبيبه خسر هارد لك يا جماعه وتتعوض ان شاء الله في البطوله الجايه، وما نزعلش حد مننا، احنا جايين نستمتع ونتفرج على ماتش حلو، حصل واتفرجنا واستمتعنا على ماتش حلو، مفيش أي حاجة تانية بقى، وأنت جاي هنا تتفرج عندي على الفيديو مش تخسر حاجة لو عملت لايك أو سبسكرايب، مبروك عزيزي مشجع الرجاء للمرة التانية، وهارد لك عزيزي مشجع الشبيبة للمرة التانية.